أنا سفيان أجعن. كنسكن مش أقشر. تزود أقشر. آه. من واحد شهر. آه. شهر عشرة. مؤخرا. آه. شنو معنى التلفزيون؟ بس ما. ب. ها؟ إعاقة. إعاقة. آه. ماشي إعاقة هي نبل نعندو ما عندوش هذيك العقال ولا مني ما كيهضر شي ولا زي زون. الحمد لله كان الدار وكان سمع وكان كان عمل أي حاجة. الحمد لله الحمد لله وشكر. الحمد لله اللي عطانا بها الحمد لله وشكر. سوفي مش خلقتي هيدا؟ لا كنت كان خلقت هيدا رجلي هيدا خلط. لا شويه شويه هما يرجعوا يديا مع الوقت. اه مع الوقت. الخاوة ديالي هو مسكين تا هو كان متلوق رجله تا هو رجع بحالي بجبيني ورجلي داي ديك بجبين داي واش جبين. اه كنت كنمشي انا كنت نجري بحال هيديا بقيت كنطيح النوض رجلي هذا نطيح النوض صار جبرت كروسه كنت كنقرا في الجمعية الخميسة. أنا الخاوي جبي. سبحان الله دخلتي لشي جمعية؟ جبرت جمعية بوحدة اللي دخلت ليلة. كيش. الخميسة هي اللي دخلت ليلة. ها؟ شنو دخلتي تعمل فيها؟ ماشي نقرا. ها؟ قراوة؟ شوية شوية. شي بزاف قراونا. كيتعاملوا شي معنا مزيان. شكال. شنو خصك تعمل مزيان؟ خصنا نفسي الله يرحم الوالدين يتعاونوا معنا. الله يجزيهم بالخير. شنو خصك؟ تعاونوا معنا أي حاجة. تعاونوا معنا كرا ولا كلشي محتاجين كلشي الله يرحم الوالدين الله يجزيهم بالخير. خصك كروسة سفينة. كروسة داو نتعاون بها هيديا. تمارم إلا تجي تدفع خصك تمارم لازم تقول. أنت دابا عندك كروسة عادية فيها تمارة بزاف. تمارة تمارة خصك تبقى تدفع ومنادم تعيطلو قول لك قلتي أنا ما قدرش يدي لي حرق لي. قلت له صافي ماشي مشكل انا يدي لي حرق نختار منك. دونا الحمد لله الحمد لله اللي عطانا ربي الحمد لله وشكرا. اللي عندك دابا شنو شراها؟ الكروسه كيعطيوها لي كيعطي لي واحد صاحبي مغازني صاحبي الله يرحمه جي اقشور كيعطيها لنا صدقني انا الخاوه اقشور هذاك او كنشبر ما عندهاش الفرع كنشبر بيدي فيها تمارة بزاف. فيها تمارة بزاف صدقات تبقى ثقيلة خص دائما شي واحد يدير. اه العقبة ومين نحصل على صدقات ما عادش واحد يجي يطلع. الله يجزيهم بخير الله يرحمهم. ومن يوم انت خصك شي كروسة جديدة خص اللي يعاونكم. اه الله يرحم الوالدين ما شاء الله. سوفيا شنو الحلم ديالك في الحياة؟ الحلم ديالي ضروري نحلم ونوقف سني ضروري انا الخاوه نكون نرقو جبينا. عندك امل شي نهار ان شاء الله ترجع تقابل؟ عندي امل ان شاء الله ان شاء الله. طالب الوالدة الوالدة عندي عزيزة والوالد كلشي عندي عزيز. خالتي قلنا شي حاجة عاقل ما نحشم شي. انا نحس بشي حاجه بقيت قبيله تقطع ما عندي جهد الا قبيله تقطع ما عندي جهد. الحمد لله من حمد الله حمد الله حقيقيه قالي شي جهد الا قالي شي جهد الحمد لله اعطاهم لي ربي حافظ الشيخ الحمد لله يا ربي. شنو كطلبوا لهم الناس؟
نطلب الحمد لله عطي باش ما تعاونيني ربي في كلشي. ما بغات كلشي الحمد لله عاونني ربي خير الحمد لله. الحمد لله عاونني في الكلا ديالهم في الكلا ديالهم في كلشي ديالهم. ما الله 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 تعالى. أيه الأخت سفيان كيعاني بزاف مسكين كيجي كيقول لي صوي زعما شي كراسة الدار ويتعاونوا معاه. ملي كنخرجوا بعض المرات انا ما كنلقاش اللي يطلعوا في هذه العقبه فهمتي. كان في اقشر في الجبل وكنت انا يعني من كنسكن في الناظور مزوجة تما وكانوا عيطوا لي كيقولوا لي يا اختي راه حسن نكرو في طنجة. قلت لهم الكرية تما غالية صراحة. قالوا لي غير لا اختي احنا المهم نتعاونوا في الكرية رجلي كيخدم وحنا فهمتي ولا شي واحد عطانا ولا شي حاجة. قلت له صافي ساعات جينا كرينا هنايا تاش تما في اقشر كيتعذبوا بزاف تما الحجار والتراب والغيس ما كيقدروش ايه ما كيقدروش يتحركوا تم. المهم صافي وجاو لهنايا مساكن هذا كيتساراو شويه عجبهم الحال بزاف ولكن الكريه غاليه هنا صراحه. شحال كاين؟ 150 نايل يعاونونا وصافي باش ما سخاهم الله الكروسه نسويه نشوفو كيضحك. عنده خاه صغير عمره 17 عام تا هو ماكرا صراحه. اشترك الان في قناه اشواق عنده العادي يحتاج كيتكرر وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.